ننتقل إلى السيدة عالية النعيمي ونتعرف معها على بعض المنتوجات الهاند ميد يلي هي بتشتغلهم بإيدها. صباح الخير، كيفك؟ صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يمكن اليوم المجموعة كلياتها تتعلق بالخشب، خلينا نحكي عن شغلك. وعم نشوف يمكن بالآونة الأخيرة توجه كتير كبير بدخول الخشب على كتير من تفاصيل الهاند ميد. تمام. هلا هو الخشب خامه طيعه وقريبه للقلب، يعني هي بتتقبل اضافات وبتدخل بكثير قصص نحن بنستعملها، ممكن يكون شمعدانات، ممكن يكون قطع للصمد، حتى علب يعني نستخدمها بشكل يومي. تماما. يعني نحن عم نشوف بعض النماذج ولكن رح نروح الى الخشب، ولكن بالبدايه خلينا نحكي شوي عن هي مثل المزهريه والنقش بالالوان. نقول مزهريه عندنا؟ هي مزهريه او صمديه. والنقش بالالوان اكيد كمان هاد كله هاند ميد، شغل ايدي. تمام. حتى الزجاج هو هذا زجاج يدوي. مصنع يدويا بطريقه النفخ. تتميز في دمشق. تمام. وهي الزخرفه كلها زخرفه يدويه بطريقه المنمنمات. خلينا نحكي عن مشروعك، ايمت بلشتي فيه؟ كيف اجت الفكره؟ قديش فعليا صار لك عم تشتغلي بهيدا المجال؟ هلا انا من الصغر بحب هاي القصص الفنيه، وخصوصي الفنون التراثيه تبعنا يلي هي الصدف والعجمي وهي القصص. فانا كنت دائما احب اني اقلد واتعلم. وبديت بقطع للبيت، قطع لبعض الاقارب، ولما لقيت انه هن عم مثلا يشجعوا هاي الفكره وفيها رواج وقبول، فانا صرت بقى صنع بشكل للبيع يعني. تمام. خلينا كمان مثل ما شفنا هلا هي القطعه مع نور، كمان هي شيء للصمد، ولكن خلينا هلا ننتقل الى الخشب. معنا هي القطعه هي فيها تنحمل شنطايه للصبايا كثير دارجين. ممكن هي تتصنع على شكل ايوه تمام، ممكن هي تصير علبه وممكن تصير شنطه. انا مزخرفه على الوش بطريقه نافره. والخشب هو خشب جوز. قديش هي بتساع وقديش فيه الواحد يستفيد منها، ان كان من اكسسوارات وان كان هيك صمديه بالصالون او يحطوا فيها ورد مجفف او اي شيء؟ صح. تمام. صح. طيب خلينا نحكي هيك خشب قديش متانتها يعني اذا مثلا هي مصموده نحن بدنا نمسحها. تمام. شو طريقه المسح؟ قديش متانتها؟ قديش هذا الابيض ما بيخرب؟ هلا كله مشغول بعنايه، وهذا يعني اصلا الماده ماده النباته يلي نحن بنصنع فيها هي نفسها المستخدمه من مئات السنين. فهذا مقاوم جدا وهو معزول بطريقه منيحه لحتى يتقبل المسح والمي وما في مشكله ابدا. هي القطعه هي مرايه يدويه طبعا الصبايا بيحبوها كثير، وممكن تتنفس بديزاينات مختلفه. يعني هي الالوان الموجوده ممكن تكون حسب الطلب، اما ابيض او لون معين حسب الطلب. ويمكن عم نشوف بالاونه الاخيره شناتي خشب، مرايا خشب. تمام. عم تشوفي دخول الخشب لكثير من التفاصيل، هي يمكن حسب طلب الصبيه هي اللي بتتواصل معك. خلينا نحكي يمكن تكاليف اليوم قديش عم تكون نوعا ما، كمان لانه مع الاوضاع الاقتصاديه بتكون الاسعار عم تناسب فينا نقول جميع الناس ولا حسب القطعه؟ لانه كمان بيحتاج لمجهود وشغل مضاعف. تمام. اكيد. هلا طبعا اسعار المواد عم تختلف من وقت للثاني، هذا عم يسبب لنا مشكله انه السعر ما عم يقدر يثبت. صحيح. حتى مثلا اللي بيوصي على القطعه بيجي بده ياخذها نفسها فبيلاقي انه صار في فرق. المهم انه يكون متوفر، يعني الحمد لله الخشب متوفر دائما. موضوع الالوان نحن عم نعالج قصه انه انواع الخشب بتختلف كمان. تمام. هلا في خشب الزان، في خشب الجوز، متوفر يعني نحن عندنا خشب الحمد لله. موضوع الالوان هو اللي فيه مشكله اكثر، يعني انه احيانا ما عم يكون موجود. نعم. ست عليا خلينا نحكي، يمكن هيك قطع صارت كثير مرغوبه لدى الجيل الصغير، بتحسيها صارت رجعت انتعشت من اول وجديد، وخاصه يمكن على التسويقات على الانستغرام على الفيسبوك. في اليوم هيك شباب صغيره باعمار صغيره، صبايا صغيره بيحكوكي حابين يتعلموا، حابين يفوتوا بهذا المجال؟ هلا انا كثير بعمل دورات للتعليم، وانا من اصل لما بديت نحكي لك عن على الدورات. هلا انا من اصل لما بديت هذا المشروع انا حاولت انه يكون الانتاج بقطع صغيره قابله للاقتناء، لحتى اصلا يعني الشباب بشكل عام يرغبوها.
فصار هاي القطعة قريبة للقلب، أنا بقدر أخذها هدية، حتى الألوان المستخدمة أو الديزاينات الجديدة عم تكون يعني قريبة لعمر الشباب. وبمناسبة الدورات التدريبية كمان عم يكون أكثر المتدربين صبايا وشباب بعمر، يعني بتحسي إنه صار عندهم شغف بهذا الفن وعم يتذوقوه. طيب خلينا نحكي اليوم على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، قديش ساعدتكم اليوم لتسويق لأعمالكم؟ لأنه عم نشوف في توجه كتير كبير بالعشر سنوات الأخيرة للهاند ميد، وكتير من الناس عم تشتغل، بس يمكن السوشيال ميديا بتساعد أكتر لتسويق المنتجات، وقديش بتورجي أنه شغلك مختلف عن شغل غيرك أو بتورجي الناس بصمتك الخاصة؟ تمام، هلا هاي الوسائل ساعدتنا كثير، وهو اصلا هذا العصر عصر التواصل. فانت بتقدري توصلي صوره منتجاتك للشخص بدون ما هو يبذل جهد او يجي، وراح يكون عنده مثلا تنوع بالعرض، اقل تكاليف حتى. تمام تمام، وحتى التواصل عم بتكون عن طريق النت، ويعني هذا كثير عم يخدمنا بشغلنا. نعم، خلينا نشوف كمان هون في علبه. هلا هي علبه ممكن تكون لهدايا، ساعه او مسبحه. ساعة. مسبحه أو قلم قداحة، يعني هي مخصصة للهدايا هيك، وقلبها منجدة. تمام، منجدة بقلبها سفنج كمان، يعني كمان هي كتير حلوة للصمد. عالية، خلينا نحكي عن الزخاريف. هلأ حكينا يعني في نقشات على الزجاج وفي نقشات على الخشب، وكل مادة إلى نوع من الحبر والألوان. تمام، خلينا نحكي اليوم يعني شو بتفرق هي عن هي، و الضيان تبعها، المتانة تبعها، العمر قديه بتعيشه. هلأ طبعا الخامات المستخدمة على الخشب هي بتكون أحيانا مية الذهب والفضة، وفي عنا ألوان أكريليك. طبعا كله هذا معزول بطبقة لكر أو ورنيش، فهي بتتحمل يعني بتعيش عمر منيح وبتتحمل تنظيف. على الزجاج بنستخدم ألوان زجاج، على الفخار كمان ممكن نستخدم الأكريليك ومية الذهب والفضة نفس الشيء. معنا هون كمان شمعدان، فينا نقول كمان خشب. تمام، عم نشوف الشمعدانات بالأيام الأخيرة كمان هيدا الديزاينات كتير. هلا هو الخط العربي صدى. الخط العربي كمان صار مثل صار في عودة عليه، انه هو عم يتقدر من الجيل الجديد، وهو فعلا فن بحد ذاته. وفي عنا انواع كتير من الخطوط العربية، وكل خط بيتميز بجماليات غير الخط التاني. قديش بياخد منك شغل هيك قطع؟ لما نقول قطعة كبيرة او صغيرة بين تجهيزها، يعني هي كوقت مجمل ممكن تاخد فترة اسبوع، يعني بين ما تجهز الخشب ونحفره ونصبه ونعزل ويبلش التصميم ياخد شكله، ممكن هي لتنتهي بدها اسبوع. نعم، يعني من بعد ما طلعنا على اهم الهاند ميد المنتجات، كمان عم نشوف على الشاشه في علبه محارم، وفي علب ايضا، في علبه ثانيه وشمعدان ونفاضه، معنا كثير منتجات حلوه. اكيد بالختام، كيف اي حدا فيه يتواصل معك فينا نقول له؟ ما في مشكله، انا صفحتي على الفيس وعلى الانستغرام هي بنفس اسمي بالعربي، عالية النعيمي. في صور كل المنتجات، وفي تنوع، يعني في على الفخار، في ايشاني، زجاج، جلد، اي شيء، اي تصميم قابل للتنفيذ. نعم، اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بمشروعك، وان شاء الله بتشوفه عم يتوسع اكثر واكثر. شكرا كثير لك. شكرا لك وهالاستضافه اللطيفه. اهلا وسهلا فيكي.